حياكم الله يا أخوان وأهلا وسهلا بكم في أول لقاء لنا في مادة التحكم الآلي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم ما علمتنا وزدنا علما. بإذن الله حكون سوا في هذا الكورس اللي بإذن الله حيكون شيء ممتع ومفيد ومختلف، وإن شاء الله حنقدم حاجة جديدة في حياتكم. قبل ما أبدأ وقبل ما أدخل في تفاصيل الكورس، أحب أوضح نقطة وألفت انتباهك لشيء جدا مهم. الشيء هذا هو كيف نتعلم بشكل عام. كثير مننا مر عليه هذاك المدرس اللي يقول لك انتبه ركز معايا، ترى أنا دحين قاعد أعلمك وألحق أتعلم مني قبل ما أموت، على أساس لو مت أنا حينقطع العلم ذا خلاص وما حتلقى أحد يعلمك. للأسف هذا المفهوم خاطئ جدا، ولو نظرت إلى الآيات التي يذكر فيها التعليم في القرآن لوجدت أنه دائما التعليم صفة أو فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى مباشرة، فدائما تجد أنه الفاعل في عملية التعليم هو الله والمفعول به أحد المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى مثلا يقول في إحدى الآيات وعلم آدم الأسماء كلها، هنا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. في آية ثانية الملائكة لما ردوا عليه وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ودائما نحن نطلب العلم من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر، البشر إنما هم أسباب فقط. والله سبحانه وتعالى في آخر آية الدين يعطيك مفتاح جوهري للتعلم، يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. ولو تلاحظ دائما أن الأشخاص المتعلمين اللي عندهم معرفة مختلفة عن الناس تجد أنه الله سبحانه وتعالى فاتح على قلبه في حاجة كذا معينة هي اللي تعطيه التميز في عملية التعلم، وهي اللي تخليه يتعلم بشكل مميز مختلف عن الناس الباقية. فدائما أطلب العلم من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر، البشر إنما هم أسباب فقط عشان تتعلم. الحاجة الثانية لا تعتمد على البشر فقط، حاول قدر الإمكان أنك تتعلم تعلم ذاتي، ووجودك الآن خلف الشاشة هو مؤشر قوي أنك شخص عندك إمكانية أنك تتعلم تعلم ذاتي ولوحدك. فهذه نقطة جدا مهمة حبيت أنبهك ليها، أن العلم ليس مقتصرا على الأفراد، الأفراد إنما هم أسباب، والله سبحانه وتعالى إذا فتح على قلبك ستتعلم أشياء لا يعرف أحد. السؤال اللي يتبادر لذهنك إيش هو أو إيش نقصد بنظم التحكم الآلي؟ لو تلاحظ اسم الكورس مكون من كلمتين كذا، نظم والتحكم الآلي. لما نقول نظم أو سيستم بالإنجليزي أو نظام، لو تتذكر إحنا في أيام المتوسط والثانوي كان في طلاب كذا، طلاب بصراحة ما كنت أطيقهم ملاقيف كذا، يسموهم طلاب النظام. هذول عملهم إيش؟ إنهم لما تيجي تخرج من الفصل بيرتبوا لك الخروج، بيرتبوا لك الدخول، كانوا تحس إنهم هم إيش؟ إنهم شيء مختلف كذا، مسمين فيها رجال مرور. الشاهد إنه كلمة نظام في الكمبيوتر هي نفس كلمة نظام الشيء اللي كانوا بيسوي هناك، إنه بيسوي شيء مرتب. شايف كيف؟ فلما نقول كنترول سيستم يعني إحنا بنسوي شيء ما هواش عشوائي، بنسوي شيء مرتب بطريقة معينة، وحنشوف الترتيب هذا كيف حيتم. أما كلمة تحكم آلي فيقصد بها إن نحول شيء أنت في العادة تسويه بيدك بس بعد كذا صار شيء يعمل بشكل تلقائي أو يعمل بضغطة زر. على سبيل المثال السيارة فيها جير عادي وفيها جير أوتوماتيك. في الجير العادي أنت تضطر تدعس كلتش وبعدين تعشق وبعدين ترفع من كلتش وبعدين تدعس بنزين. أما في الجير الأوتوماتيك أنت مجرد تحط الجير على ضغطة زر كذا عدي وتجي ماشي. ويقوم النظام هو بنفسه إذا احتاج إنه يدعس كلتش ويعشق ويفصل بنزين ويرجع يشبك البنزين تاني ويكمل الخط بدون ما أنت تسوي شيء. فهذا ما يسمى بالأوتوميشن أو نظام التحكم الآلي. برضو عندك مثلا المصاعد، أنت في إذا ما عندك مصعد تضطر تطلع برجلك، فتم عمل تحويل الفكرة اللي يكون اللي هو شيء يرفعك لفوق للدور اللي أنت تبغاه بدون ما أنت تسوي شيء، أنت مجرد تضغط زر وتجي ماشي.
فهذا ما يقصد بنظام التحكم. تخيل أنت تدخل مصعد وتضغط زر هو يوديك لأي دور بشكل عشوائي. طبعا هذا شيء غلط. الشيء الصح أو النظام الصح هو نظام مرتب. أنت لما تيجي تدخل على تضغط على المصعد تعرف إنه في زر تضغط عليه حيجيك المصعد للدور اللي أنت فيه. بعد كده تختار الدور اللي تبغاه تضغط على زر حيوديك للدور اللي تبغاه. حنشوف كيف نسوي الشيء هذا وكيف نعمل أشياء بهذا الشكل. هذا الشيء اللي أنا أقصده. هذا أقرب مثال للكنترول سيستم أو نظم التحكم. فاللي حنبنيه خلال هذه الفترة إن كيف نتحكم بالأشياء، نحولها من أشياء عادية إلى أشياء أوتوماتيكية.